بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت أحد الـ technical reviewers مع جائزة الفوزان لعمارة المساجد، وكان في 5 مساجد assigned to me في بنغلاديش. طبعاً الرحلة كانت يعني جداً مفيدة، الإكسبيرينس اللي أخذناها في بنغلاديش. المساجد اللي زرناها كانت very innovative. بصراحة ما كنت متوقع. I'm very surprised actually and impressed to see these 5 mosques. كل واحد من هالخمسة كان عنده طرق جديدة في التفكير وفي تصميم المسجد. I've learned a lot actually. And أعتقد الجائزة بطبيعتها مركزة على عمارة المساجد. هذا المبنى المهم في عالمنا الإسلامي، واللي تقريبا يتجاوز عدد المساجد في العالم الآن فوق 4 ملايين مسجد. الجائزة دورها كبير أنها توجه المعماريين والمصممين وحتى الناس العاديين إلى دور المسجد وإلى شكل المسجد وإلى تصميم المسجد، لأن فعلا نحتاج نشوف innovative idea when it's come to designing the mosque. احنا متعودين على شكل المسجد دائما في علامات مميزه اللي هي القبه، المناره، المحراب، جدار القبله او القبله وول. هذه الاشياء يجب ان نعيد التفكير فيها ونختبرها ونشوف الجدوى من وجودها او من عدمه. ايضا الهاو سستينبل موسك من ناحية الانفايرمنتال سستينابيلتي والايكونوميكال سستينابيلتي والكوميونتي سستينابيلتي، وهذا الشيء اللي انا وجدته في الخمس مساجد اللي في بنغلاديش. شلون هم قاعد يخدمون الكوميونتي، شلون الكوميونتي شاركوا في الديزاين نفسه، وبالتالي المسجد صار ما هو مفروض عليهم مجرد صمم وبني من جهه خارج المجتمع، لا، هم من نفس المجتمع كانوا على علاقه بالمصمم من البدايه، اقترحوا عليه التصميم، اقترحوا عليه المواد، كانوا حاضرين معه في أغلب الوقت، وبالتالي بعد ما انتهى بناء المسجد وافتتح المسجد تجد أن الكل سعيد في وجود المسجد. طبعاً إحنا نتكلم في حالة استثنائية في بنغلاديش، لأن المساجد عندهم تختلف عن الأشياء اللي إحنا متعودين عليها مثلاً في الخليج. فهناك المساجد ما هي مفروشة زل وما فيها مكيف، غالبا الارضيه مالتها تبقى الرخام او التريزو اللي غالبا مستخدمينه، نظيف طول الوقت. الجو في بنغلاديش في اغلب المناطق اللي زرتها رطب جدا، المطر في اغلب الوقت شديد، وبالتالي المساجد اللي زرتها ماخذه هذا بعين الاعتبار، اغلبها ما فيها تكييف، وبالتالي الكروس فنتيليشن والباسيف كولينج سيستم كان مهم جدا. المعماري اللي شفنا المساجد مالتهم ابدعوا في هذا الجانب. المساجد كانت جدا مريحه، البيئه الداخليه مالتها من ناحيه الكولينج افكت، من ناحيه اللايتنج افكت ايضا. شفنا يعني اشياء ما توقعنا نشوفها في تصميم المسجد، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له، وهذا فعلا الدور المهم للجائزه. اتوقع في المستقبل راح تاثر على تصاميم المساجد. في المقابل لو قارنا المساجد الموجودة بالكويت أو بالخليج، كوني أنا من الكويت، نشوف الهدر في الأموال، تبذير أكثر من الحاجة في بناء المسجد، سواء من ناحية بناء الستركتشر مال المسجد، كونكريت، كمية الكونكريت والمواد المحطوطة فيه، من ناحية الزخرفة الزائدة، ومن ناحية أيضا الهدر في الاير كونديشنينج. أن عندنا بالخليج الحر وكذا، فالاير كونديشنينج من أهم الأشياء. ما نشوف أي تجديد أو أي إبداع من ناحية تصميم المساجد. غالبا المسجد يكون عنده قبة ضخمة أو منارة كبيرة جدا غير مستخدمة، في بعض الحالات منارتين، وفي بعض المساجد 4 و6 منارات. شنو أهمية المنارة للمسجد؟ غير انها فقط اسراف في المال العام او حتى في المال الخاص، وهذا شيء في صميم الرساله الاسلاميه اللي هو تقليل الهدر في البناء. وبالتالي المساجد اللي فعلا شفناها كانت
تعكس الروح الإسلامية في التصميم، تقليل الهدر، تركيز على علاقة المسجد في المسلمين، تجربة المصلي داخل المسجد شلون تأثر على خشوعه وعلى استمتاعه داخل المسجد. وهذا أعتقد الجانب اللي جائزة الفوزان تحفز المصممين المعماريين إنه ينظرون لهالجانب. الاكسبيرينس داخل المسجد it's a very spiritual experience that we should get inside the mosque. شفنا مساجد ما فيها حتى جدار قبلة نهائيا، مفتوحة من الأربع جهات، وكان هذا تشالنج كبير لأن في الغالب المسجد يعتمد على القبلة كاتجاه يصلون فيه. فلما أنت تشيل جدار القبلة ويصير مفتوح، شلون أنت قاعد تصلي وعينك على برا؟ فهذا يعني احنا مثل ما يقولون تشالنجينج التراديشن اللي موجود، ما هو شيء سهل. ولكن لما نظرنا الى علاقه المصلي وعلاقته في الانفايرمنت اللي برا المسجد، وجدنا فيه بالعكس على العكس تماما من الاشياء اللي كنا نفكر فيها، وجدنا فيه علاقه قويه تؤدي الى استمتاع الشخص في الصلاه وخشوعه ايضا، لان كان في مسجد قديم من أجداد أهل المكان ومن أصحاب المكان، حافظوا على هالمبنى القديم، حولوه إلى مكتبة صغيرة لتحفيظ القرآن وحفظ الأركايفز مالوتهم. وبالتالي أنت وأنت قاعد تصلي تشوف المسجد القديم اللي هو فيه ملامح مهمة من عصر أجدادهم وأجداد أجدادهم. فكان في هذا اللينك اللي دائما غالب الناس يقول ليش احنا نشوف برا، لازم الواحد ما يكون distracted by anything. فأشياء كثيرة ما شفنا، مآذن مثلا، المساجد اللي زرناها ما فيها مآذن، ما شفنا قبب، وهذه أشياء فعلا يعني الواحد يطلع إلى مثل هذه الأشياء في المستقبل. المسجد، احنا نعيش في القرن 21، المسجد يجب أن يعكس روح المجتمع والتطور اللي صاير فيه، أو اتجاه المجتمع أو ثقافة المجتمع. ما نبي نقول إنه يكون مبدع مختلف تماماً، ولكن المفروض يكون كل مسجد يتصمم يأخذ هالنواحي المهمة فيه، من ناحية علاقته في المجتمع، من ناحية علاقة المسجد في روح المجتمع، علاقة المسجد في sustainability، الاستدامة، هذا شيء مهم خصوصاً مثلاً عندنا في المنطقة العربية الحر والأشياء هذه. فأتوقع تأثير الجائزة راح يكون كبير مستقبلاً على تصاميم المساجد in the future.